الهجمات المرتدة واللي يعتمد عليها لا من ناحية الكويكب والمهارة الفردية العالية ولا حتى من ناحية علي عبدي اللي أيضا برضو عنده مهاراته شكل خطورة. تيفو جميل كابتن محمد، جداً يعني شوفوا جداً الحضور الجماهيري المميز. إذا دائما كنا نتكلم عن الاتحاد سواء في طريقة أو في أسماء لها ثقل ولها، يجب أن نتحدث عن أهم عنصر وهو العنصر الجماهيري لفريق الاتحاد. دائما ما يعطونا أيضا إيحاءات مميزة، لذلك سوف أترك التعليق على هذا التيفو الجميل وعلى هذه الجماهير الجميلة للزميل فارس عوض، لأن منظر جمالي يستحق أن يعلق عليه من هو أفضل منا الزميل فارس عوض. تفضل. الزميل خليل الفهد، التيفو بهذه الصورة، قاتلوا من أجلنا، قاتلوا من أجل العميد، قاتلوا من أجل الكيان، فايت فرص، قاتلوا من أجل ماضينا، من أجل تاريخنا، قاتلوا من أجل ذكريات مستقبلنا، لا تتركونا نقاتل لوحدنا، ندعم لوحدنا، أتعبنا الوقوف، أتعبنا الانتظار، أرهقنا الحنين، حصرتنا الذكريات، قاومنا كل لحظات الإحباط وخيبات الأمل من أجل كل شيء وأكثر. قاتلوا، قدموا كل ما لديكم لهذا التسعينين. الله على هذا المنظر، على هذا المشهد. أي علاقة تجمع هذا الكيان بجماهيره يا مخرج؟ خليك في المدرج، خليك في المدرج، خليك في المدرج. أي علاقة وأي صورة؟ الله على المشهد. ليست كرة قدم بل أكثر بكثير، ليست بطولة بل أكثر، ليست علاقة نجوم بل أكثر. لهم في الاتحاد حياة، لهم في الاتحاد حياة. جمهورك الروح، أوه يا إتيم، أوه يا إتيم. للعميد عشاق ومحبين يرتبطون مع ناديهم بعقد مدى الحياة. جماهير العميد تبرهن بأن الأندية لا تسقط بتوقفها عن الألقاب، الأندية تسقط بتوقف جماهيرها عن الحب، عن العشق، عن الدعم بابتعادها واعتزالها. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، جماهير العميد تسجل هدفا رائعا في المدرج.